انا فعلا متضايق قوي ان انا سببت لك كل المشاكل دي. عادي، كل واحد بياخد نصيبه من الورطه، وده نصيبي. عادي بقى، ما اتغيرتيش من ايام ما كنا صغارين وانت جدعه. عشت. طيب احنا عايزين بقى ايميل مختلف المره دي يا استاذه. ايميل تشتكي فيه من الدنيا والاحوال، ايميل يبان فيه انك شاكه انت صح ولا غلط، عندك حق ولا لا، وانك محتاجه تشوفيه. من الاخر ايميل من حبيبه لحبيبها، وده متهيألي مش هيبقى كده او مش هيبقى صعب. تفتكر؟ اكيد مشاعرك اتغيرت، انا فاهم ده كويس، بس اكيد برضه في وسط المشاعر المتلخبطه دي في حب بيعافر وهو بيموت. زي ما يطلع كده ويطلع كل اللي جواه في ثلاث ايميلات ورا بعض، يسهلوا لنا خطوه السفر ومقابله الحبيبين لبعض. انا هعمل كل ده انا؟ ايوه طبعا ان شاء الله. تفتكر؟ تأكد. أنا الجدع. إمتى منال هتفضل جدعة؟ إمتى؟ لا هتبقى جدعة ده أكتر مما أنت شخصيا تتخيلي عن نفسك. صدقني. ها؟ شبيبة. لم أشك في ذكائك أبدا. الخلافة أمر منتهي. ستيب باي ستيب أبو منصور. خطوة خطوة. الميت مجاهد موافق عليهم، بس يتقال ان هم اجانب مسلمين. شور مسلمين مجاهدين شديد الايمان. والاعلان الرسمي باني الخليفة. في نهاية الرحلة القادمة يا امير المؤمنين، وبكاميراتنا هنصور مبايعة الخليفة الاوحد. اتفقنا. يخشوا المعسكر على دفعات، ويتقال ان هم هربانين من بلادهم. نحن الملاذ الآمن. احنا بس بنقول الفكرة، لكن السيناريو ده تخطيط مولانا. ماشي. الاتفاق ده سري بيني وبينك، مفيش أي حد يعرفه ولا حتى نمير. ضن مكانتك محفوظة يا صديقي، بس ما تنساش الطلب الأخير. ولسه في طلبات. الطلب الأهم، الرعب يا شيخ رمزي، رعب ما تشافش قبل كده. قصتها نعور. حشتني الدوشة قوي يا حسن. الدوشة بس؟ لا، وشخيرك كمان. ما بيحصلش. بيحصل، والله بيحصل. في أول الليل بس. لا، طول الليل. أنت عارف لولا الدوشة دي كانوا الجيران سمعوك وبلغوا عنك البوليس. أمال أنا قلت لك نتجوز هنا ليه؟ أهو دمك الخفيف ده هو اللي خلاني أسامحك. وقلبك اللي بيسامح ده هو اللي خلاني احبك. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.